يا ابني ركز وبطل ازازه، انت عامل زي ما تكون بتنقر في نافوخي. خلاص بطلنا ازازه اهو، خلينا في المهم بقى. دلوقتي احنا لو جبنا الذره ده من امريكا على بال ما يجي وتخزن ممكن يبوظ. وايه اللي خلينا نخزنه؟ الذره يجي من بره على الزبون عادل، لا تخزين ولا مخزن ولا قرف. ودي بقى تبقى محتاجه سفريه لامريكا صح؟ لا يا مفتح، محتاجه تليفون دولي وموجود الحمد لله. عايزين نعمل بس مكتب استيراد وتصدير، ونقعد انا وانت مرزوعين قدام الشاشه نعرف هنستورد ايه امتى وهنصدر ايه امتى. ماشي، خليك انت بقى قاعد قدام الشاشه وانا اخلص موضوع مكتب الاستيراد والتصدير ده. هصحيك بكره الساعه 6:30 الصبح، ما اشوفش وشك غير لما تخلص المصلحه دي، انت فاهم؟ طب وانت ناوي على ايه؟ هتفضل صاحي للصبح كده؟ انا هقعد قدام الشاشه دي لغايه ما اجيب اخرها. انت عارف انا بدفع كام في الشهر؟ 6000 جنيه. 6000 جنيه؟ 6000 جنيه ده ثمن عربيه. بقول لك ايه، ما تخف شويه من اللي انت عمال تبلبعه كل شويه ده. ابلبعه؟ صدق انت ربيتك ناقصه، انت لازم انا اخوك كبير تقول لي ابلبعه؟ وبعدين انا باخد الحبوب دي ليه؟ مش عشان انام؟ ويا ريت نعرف انام. ما هو انت لازم دماغك تفصل شويه عشان تعرف تنام. يا جدع فال الله ولا فالك، تفصل ايه؟ واسيب الفلوس دي لمين؟ ده خير، خير لا يعد ولا يحصى. ده الدهب سعر ونزل. يا اهلا وسهلا. مركز معاها قوي يا حاج، وعمال تكلمها في الراحه والجايه. خلاص بعد كده يا سيدي هبقى اكلمها في الرايحه ومش هكلمها. عاوز اعمل ايه لو سمحت؟ الشباك 3 شغال حضرتك. على العموم يا حاج انا غلقتك عشان يبقى عندك علم. طيب ماشي، قول لي بقى هي متطلعه بقى لها قد ايه؟ بقى لها 2 يا حاج، وجوزها كان شغال معاها في نفس الفرع لغايه ما اتنقلت وجت هنا. يا راجل، طب ما احنا كده بقى لازم نجوزها هنا في الفرع ده عشان يبقى لها في كل فرع زوج. قصدك ايه يا دكتور؟ لا ما قصديش حاجه، قول لي بس ابنها عنده كام سنه؟ يعني يجي كده بتاع 10 سنين. يا سلام، يعني اللي هيتجوزها هياخد حسنات كتير قوي قوي قوي. ده مين بقى اللي هياخد الحسنات دي يا حاج؟ اخوك في الله. بسم الله ما شاء الله. وهناخد انهي دور فيها دي يا محمد؟ احنا هناخد الفيلا على بعضها. فيلا على بعضها؟ انت اتجننت يا جدع، هتاخد فيلا زي دي عشان تعملها مكتب استيراد وتصدير؟ يا جدع ده يبقى فطيره. يا حاج ده ايجارها كلام فاضي، هناخدها كلها على بعضها، نعمل دور منها مكتب استيراد وتصدير والدور التاني نعمله مقر، بدل ما احنا كل شويه في حته كده، مره عندك ومره عندي ومره عند احمد. اه وطبعا هتقولي سكرتاريه وموظفين ومصاريف اخر كل شهر، دي شغلانه. ايوه يا حاج هنعمل كده، ما احنا برضو لازم نعمل حاجه تليق بيك وبينا. خلاص بتشوفوا حماده، اهم حاجه تستقضلي واحد يكون بيعرف انجليزي لب لب. اه واحسن حاجه يكون راجل عشان يعني بدريه وما تعملش مشاكل والغيره وكده. ماشي يا حاج، راجل ولب لب. تروح لعمر تاخد بين حسابك وما اشوفش خليتك انا تاني. لا يا حبيبي مش عليا الكلام ده، عايز تاخدني لحمه وترميني عم؟ ده انا كنت لصيت كرشك وبطحت نفسي عليك وصورت لك قتيل. بطحت مين يا مجنون انت؟ انا هديك بالجزمه فوق دماغك. الجزمه فوق دماغك ودماغ اللي خلفوه. مبقاش ناقص كمان غير الافاق الحرامي ده يعلي صوته علينا. استنى الحرامي وافاق يا بتاع النسوان. يلا يا متخلف. عيب كده، ايه يا محي اللي بتقوله ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ تعالى قدامي امشي امشي. يلا كل واحد يروح لحاله. اهدى يا استاذ احمد اهدى. جرى ايه في ايه؟ انا عمري ما شفتك متعصب كده. أنا آسف، آسف جداً، أنا آسف، خرجني عن وعي، الله يكحمه. طب ممكن ما تتعصبش كده تاني؟ وبعدين أنت جرى لك إيه؟ أنت طول عمرك هادي ولطيف ودماغك أكبر من المهاترات دي. أنا موضوع هادي ولطيف، فعلاً هادي ولطيف أنا. آه هادي ولطيف، بصراحة هي دي الحقيقة. والله أنا لو أعرف كده ما كنت عملت كده خالص، سامحيني يا حنان، سامحيني. بس وعد هادي ولطيف. يعني ما جاش لحد دلوقتي؟ شكله كده مش جاي النهارده، سألت حبشي وقال لي ان هو عنده ظروف. اوعى يكون رجع في كلامه. رجع في كلامه ازاي؟ ده جواز مش لعبه. شكله كده فاكرها لعبه. هو مش كان جاي النهارده عشان يفتحني في الموضوع؟ ولا انت بتضحك عليا يا فضل؟ انا ما ينفعش اضحك عليكي، وعموما الحاج كلمته واحده، طالما قال ان هو هيتجوزك يبقى هيتجوزك. ولو الحاج ما اتجوزكيش هتجوزك. عارف ليه؟ وانت فاكرني مش لاقي حد يتجوزني ولا ايه يا فضل؟ لا ده انتي الف من يتمنى يتجوزك. يعني انت على ذمتك 3 ستات مره واحده؟ وعندي 3 بنات، واحده من سميحه واتنين من صباح. وما خلفتش ليه من التالته كمان؟ والله انا كان نفسي، بس هي مش عايزه. هي اللي مش عايزه؟ يا سبحان الله. تعرف يا استاذ احمد، انا نفسي اتجوز بس علشان اخلف، عشان اخلف بس، مش عشان اي حاجه تاني. ولو في اي طريقه مشروعه الست تقدر تخلي بيها من غير راجل
كنت عملتها فورا. يا نهار ازرق، قد كده بتكره الرجاله؟ مش قوي كده يا استاذ احمد. ما بلاش استاذ دي وتخليها احمد، ما حدش فاهم حاجه. ماشي يا احمد. لا انا ما بكرهش الرجاله ولا حاجه، تقدر تقول بكره طريقه التعامل اللي بتعامل بيها الراجل مع الست، طريقه التسلط والتحكم بتاعتكم دي. لا دي حاجه تخص الست، هي اللي تقدر تتحكم في العلاقه. مش في مثل بيقول جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه؟ مظبوط. طب والكذب تعمل ايه بقى الست مع الراجل الكذاب؟ مش هقدر افيدك لاني انا في الحقيقه ما بكذبش. يا راجل يا شيخ حرام عليك، ده انت ما بتعملش اي حاجه في حياتك غير انك بتكذب. كذبت على مراتك الاولانيه وبتكذب على الثانيه وتلاقيك بتكذب على الثالثه كمان. لا 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 ده ما اسموش كذب، لا ده اسمه انقاذ موقف. وبعدين اسمحي لي، يعني عايزاني اعمل ايه؟ اقول لسميحه ان انا متجوز عليها ولا اقول لصباح ان انا متجوز عليهن؟ طب ما تقول، ايه المشكله؟ انت ما بتعملش اي حاجه غلط، الغلط بيبتدي لما نخبي اللي احنا بنعمله. يا رب ايه القمر ده؟ وانا لو قلت كده هم هيسكتوا. وانت مالك؟ ده بقى موضوعهم، يسكتوا ما يسكتوش انت مالكش دعوه. المهم ان انت تكون صادق. سلام. طب تصدقي ان انا من اول ما شفتك، انا اول ما الحاج قال لي ان الاجتماع مش في الصندره قلت بس كده في حاجه مش طبيعيه. وحياتك كان عايز يقابله في الصندره. وانا اقول له يا حاج احب على ايدك، احب على ايدك، بلاش الصندوق. وده احنا جينا لك لغايه عندك عشان تبقى براحتك على الاخر. انا اول مره اشوف الحاج حسان بره المحل بتاعه. وحياتك عندي ما بخرج من المحل غير الشديد القوي. اهو الشديد القوي ده اللي احنا عايزين نعرفه. انتوا بامر الله اتفتحت لكم اكبر بوابه مع اكبر تاجر عمله في مصر. اكبر تاجر عمله في مصر؟ يبقى زكي علي راجب. بالظبط كده. وده انت تعرفه منين يا معلم؟ سمعت عنه من السعوديه يا احمد. ده امبراطوريه كبيره قوي، راجل ملوش حل. ما عشان كده بيقول لك اتفتحت لنا بوابه كبيره. تمام، ندخل في الموضوع يا حاج. زكي هيبقى عايز $1,000,000 كل اسبوع. $1,000,000؟ ليه؟ هيعمل بيهم ايه؟ مش مهم يعمل بيهم ايه، المهم ان حصته توصل له في الميعاد. تغنيش يعني يا حاج حسان. زكي علي راجب بجلاله قادر هيحتار في $1,000,000 في الاسبوع. المبلغ اللي مطلوب منه اكتر من كده بكتير. المهم ان $1,000,000 دول حصتنا احنا بس. طب افرض يا حاج يعني لا مؤاخذه يعني جمعناهم وما اخدهمش. الدولارات عمرها ما تخسر. وبعدين هو اتفق معايا على كده، هياخدهم سواء كان عايزهم او مش عايزهم، والراجل ده كلمته واحده. يبقى كده ما قدمناش غير اننا نفكر ازاي هنجيب $1,000,000 كل اسبوع. اصحى للكلام يا حاج احمد، احنا بدل ما نلم $1,000,000 نلم $2,000,000. لا وهنعمل ايه بالمليون التاني بس؟ نبيعه لاصحاب الحصص التانية. هو مش طالب مننا $1,000,000؟ ومن غيرنا $1,000,000؟ اللي يعجز فيهم نبيع له احنا، ونبيع له بالسعر العالي كمان لما الدولار سعره يضرب في السماء، ساعتها يبقى كسبنا منه ومنه. الله ينور عليك يا حاج. الكلام سهل يا دكتور، المهم الفعل. وانت عشان تمشي الكلام ده في السوق يلزمك تشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة. حط في بطنك بطيخة صيفي، هشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة. ليك عليا ما نامش كل ليلة غير تحت المخدة.